من فرنسا. تفضل من فرنسا. كيفك اخو عاد؟ حياك الله. من معي؟ يزيد من فرنسا. يزيد، حياك الله استاذ يزيد. عايش، هذه ثاني مرة اتصل بك. نشرف بك استاذ يزيد. وبيك اكثر عايش. صدقني يا استاذ وعد، انت الشيعي الوحيد الذي احترمه في العالم. الله يحميك، رحم الله والديك. والدينا أنا. اردت التدخل في موضوع الخليفة معاوية والحسين وعلي رحمهم الله. تفضل. سأقولها لك بصراحة، الحسين والحسن وعلي لم يكونوا يوما خليفة للمسلمين، ولم يتم مبايعتهم من المسلمين. وأول ملك، أول توريث في الإسلام علي ورث ابنه الحسين، أول توريث في الإسلام الحسين لم يتم مبايعته، ولم يكونوا يوما خلفاء شرعيين، ولم يكن حتى مبايعته، وأغلبية الصحابة ضدهم. والحسين وعلي والحسن مثلهم مثل جميع الصحابة، بل سأقوله لك بصراحة، خالد ابن الوليد أشرف وأطهر من علي والحسين وكل ما يتبعهم. جست خالد ابن الوليد، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يعين علي لا قائد في عهده، لا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيدنا أبو بكر عليه الصلاة والسلام، لا سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام، لا سيدنا عثمان عليه الصلاة والسلام، لأن علي لم يكن أهلا للسياسة ولا للخلافة، بل نصبه الخوارج السبئين عليهم إلى الله ما يستحقون، قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومعاوية خليفة شرعي، ويزيد خليفة شرعي، والملك لم يكن الكذب على الرسول، لعنة الله على كل من يكذب على الرسول. والكثير من الأحاديث، وأنا سني، والكثير من البخاري والكثير منهم لا يمثلني ولا يلزمني، أنا كتابي هو القرآن الكريم بس، ليس قال فلان وقال فلان، قال الله تعالى. وخرافة آل البيت هم زوجات الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام وبس. هل علي والحسين هم نساء الرسول؟ علي والحسين والحسن نو، مستحيل. نساء الرسول هم زوجاته الطهار وبس. وإذا كنت تتكلم عن آل بيت الرسول، لماذا لا تتحدث على سيدنا عثمان؟ ألم يتزوج من اثنين من بنات الرسول؟ أو وبنت الرسول الثالثة، ألم تتزوج من الصحابي الأموي؟ لماذا كل هذا النفاق يا أخ وعد؟ حشاك، مع كامل احترامي لك، أنا لا وجه كلامي لك لمعممين الشيعة والكثير من الشيعة الذين يقولون آل البيت أحفاد الرسول. طيب. يعني هناك كان فاطمة الزهراء رضي الله عنها وكهو هي بنت الرسول، أين بنت الرسول الآخرين؟ لماذا لا يتحدث عنها؟ لماذا؟ طيب، خلي الآن تركتك تكمل بكل أدب يعني، وما قاطعتك، والآن أنا أريد أن أتكلم معك في بعض القضايا حتى أستعلم. أولا، أنت تقول أن بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية وأنه خليفة، والإمام علي عليه السلام لم يكن يوما خليفة. أكيد. والإمام الحسن عليه السلام لم يكن يوما خليفة. أكيد. طيب، يزيد بن معاوية تفخر به أنت؟ يعني تعتبره فخر لك وفخر للأمة الإسلامية؟ أنا أفتخر بكل خليفة ينفع الإسلام. يزيد. نعم. من هم؟ أنا أفتخر بكل خليفة وكل صحابي وكل مسلم ينفع الإسلام، حتى الحجاج ابن يوسف الثقفي رحمة الله عليه أفتخر به، لولاه لما كان العراق اليوم بلد مسلم، لكن العراق بلد فارسي. انظر الفتوحات، عهد الأمويين، فتوحات للصين، للمغرب، جنوب فرنسا، الأندلس، أين؟ ماذا فعلوا آل البيت؟ ماذا فعل الحسين، العلي، الحسن؟ ماذا فعلوا؟
ما ليس لهم أي دور. لا لم لما ما هو دورهم؟ هل نفع الإسلام؟ هل قاموا بفتوحات؟ الحسين رحمه الله قام بفتوحات في كان جند في جنود الأمويين. طيب كان جند الحسين. هل تعتبر فاطمة عليه السلام من أهل البيت أو لا؟ فاطمة عليه السلام فاطمة الزهراء رضي الله عنها هي بنت الرسول وأهل بيتها علي وأطفالها وأبنائها، وبس هي خرجت من بيت الرسول. بيت الرسول يا نساء النبي، الله يقول يا نساء النبي، هي حسين ليس نساء النبي، يعني فاطمة هي وعلي وأبنائها خرجت من بيت أبيها، لم تعد من أهل البيت. أستاذ يزيد حتى أفهم، أنت الآن تقول أنه فاطمة ليست من أهل البيت بعد أن تزوجت؟ ليس من أهل البيت. طبعا علي بن أبي طالب عليه السلام من أهل البيت أو لا؟ ليس من أهل البيت. الحسن والحسين من أهل البيت أو لا؟ ليسوا من أهل البيت. طيب يعني التطهير فقط في نساء النبي؟ في نساء النبي، هم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وبس أهل البيت هم زوجات الرسول وبس. طيب أنا يزيد، شوف يزيد، مثل ما أنت قلت، أنا بالنسبة لي أجد أنك إنسان صريح، يعني تتكلم بمعتقدك بكل صراحة. عندي سؤال أرجو أتكلم بمعتقدي، المعذرة أخ وعد. نعم. أتكلم بمعتقدي ومعتقد 90% من أهل السنة، 90% معتقدي هو معتقدهم، لكنهم معتدلين، لا يريدون الإساءة ولا يريدون قول الحق. أخوان السنة معتدلين، وهم الذين يمثلون الإسلام الصحيح. الإسلام إذا كنت سني أنت مسلم، إذا كنت لست سني أنت مسلم. يعني أنا الآن شيعي ما أعتبر من المسلمين، ما أعتبر من المسلمين. روح، كم من معمم قالها بصراحة، كم من كتبكم. لا يا من زيد، كتبكم يا زيد، بحار الأنوار. أستاذ يزيد اسمع أستاذ يزيد، أنا أريد أتكلم معك بهدوء. أنا الآن كشيعي وعد اللامي لست من المسلمين عندك، خلينا نكون صريحين. إذا نريد أن نتحدث بالقرآن الكريم، نعم أنت لست مسلم. بالقرآن الكريم واضح أخي، أنا لست من المسلمين. طيب الآن بقى سؤال، هو سؤالي الأساسي، وأنا كما الآن أسمعك صريح أريد أن تجيب بصراحة. السؤال: لو كنت في زمن معاوية وفي زمن علي، وكانت المعركة تقاتل مع علي بن أبي طالب أم تقاتل مع معاوية ضد علي بن أبي طالب؟ سأكون معك صريح أخوان، شيء طبيعي، سأكون مع الذي نصره الله على الحق، سأكون مع سيدنا معاوية رضي الله عنه. طيب تكون مع معاوية. طيب ولو كنت في معركة كربلاء ستكون مع يزيد أم مع الحسين؟ وأرجوك أن تكلمني بنفس الصراحة. أنا سأكون مع خليفة المسلمين يزيد رضي الله عنه، لن أكون مع الخوارج، أنا سأكون مع خليفة المسلمين. ولو برز لك الحسين تقتله أو لا تقتله؟ الحسين يطبق عليه القانون مثل غيرنا، مثل قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، قال لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهذا يثبت أن القانون فوق الجميع، لا فرق بين أعجمي، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. الرسول ليس عنصر، الرسول الكثير من الأقوال والأحاديث مكذوبة عليه، حسابهم يوم الله، يعني تبوأوا مقعدهم في النار كل من يكذب على الرسول. وكثير من الكتب في أهل السنة أمثال الدجال المحرف، النسابوري المحرف وأمثاله، بإذن الله سنحرقهم جميع الكتب المكتوبة، بإذن الكثير من الكتب يعني التي تنتسب لأهل السنة، يعني سنحرقها. يعني أخي أنت لو كنت في زمن يزيد ستقتل الحسين بكل وضوح. إذا سأقول له الحسين ماذا تريد أن تفعل هنا؟ إذا كان للصلح والسلم سأتفاهم معه وأخذه وأقول له أرجع إلى المدينة، حتى لو
حتى لو دخلت في معركة طاحنة مع عبيد الله ابن زياد ومع ابن جوشن وحتى مع خليفة المسلمين يزيد، لكن يزيد بريء منهم. يزيد لم ولو أن الحسين امتنع عن الرجوع فماذا تفعل؟ تقاتله؟ امتنع. لو امتنع حسين على الرجوع هذا في سيكتب له مثل ما كتب على غيري. الحسين ليس أفضل من الصحابة، الحسين ليس أفضل من الصحابة، وهناك من قال الحسين تابعي وليس صحابي، اختلف فيه العلماء، هناك من قال الحسين تابعي وليس صحابي. إذن ستقتل الحسين عليه السلام إذا أبى؟ لو اضطررت سأقتله، لو اضطررت. نعم لو اضطررت. أنا خليفة المسلمين، أي شخص يخرج على ولي أمره وخليفة المسلمين وعلى إمامه ليس منا. طيب أنا أشكرك أستاذ يزيد على صراحتك بدون تقية، عبرت عن العقيدة التي أنت عليها، وهو كما ترون يقول أنه هنالك شريحة كبيرة عندهم هذا الفكر، ولذلك أنا قدمت في المقدمة الأولى أنه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الأمر بالاتباع. وهو الرجل تكلم بصراحة، لأن الذي يقول أن خلافة يزيد شرعية فيلزمه أن يتعبد الله تبارك وتعالى بطاعة يزيد ضد الحسين، يلزمه إلزاما. أما الذين يحاولون أن يلفون ويدورون فهؤلاء كما قال الأخ يزيد يخدعونكم، لا يتكلمون بهذا الوضوح، وإنما الوضوح هو هذا الذي يتكلمون به. لمن يقول، أنا أكرر، لمن يقول أن خلافة يزيد بن معاوية خلافة شرعية، والأمر لكم.